بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. الحقيقه يعني وقفنا كتير والحمد لله، يمكن ربنا سبحانه وتعالى مع بدايه الدراسه ومع بدايه العمل وعوده الحياه ان شاء الله تستمر الحياه ويكفينا ربنا شر الكوفيد 19. بص حضراتكم، الكورس اللي احنا بنبتديه دلوقتي ده ملوش علاقه بان انا بدرس طالب جامعه، ملوش علاقه ان انا بدرس طالب اثار. هيروغليفي بطلمي صديقي واخويا العزيز الدكتور عبد الرحمن قائم بالموضوع. القصه كلها بتندرج تحت الاتي: عدد كبير من اصدقائي والناس المعارف وتلاميذي من المرشدين او اصحابي من المرشدين دايما بيفتقدوا شيء، الكلام عن اللغه المصريه، الكلام بشكل عام. فعشان كده احنا بنعمل الكورس للغه المصريه مبتدئين، هيكون على القناه هنا. يعني ايه مبتدئ؟ يعني واحد لما يشوف ما يقولش ايه العصافير والقطط، لا عايزين نفهم ايه العصافير والقطط بس. لكن القصه كلها ان احنا هناخده حتى بالشكل، شويه هنشتغل جرامر وبعد كده شويه هنشتغل بحاجه تانية مهمه جدا عندنا، وهي ازاي الصيغ الاساسيه تبدا تقراها. في صيغ ازاي تقرا خرطوش ملك، يعني ايه خرطوش ملك، يعني ايه ملك يحكم، هنحاول ندخل من خلال الحضاره ده بالظبط الفكره اللي احنا هنتكلم عليها. في البدايه احنا هنتكلم على حاجه اسمها اللغه المصريه القديمه. دي اول حاجه بنتعلمها، اللغه المصريه القديمه. يعني ايه؟ يعني لغه المصريين القدماء. اذا انا بتعامل مع لغه بتاعه الشعب المصري، يعني مش عاوز حد مننا يغلط ويقول اللغه الهيروغليفيه. ما عنديش حاجه اسمها اللغه الهيروغليفيه. الهيروغليفي خط، بمعنى لو انا جيت كتبت هنا مثلا عمر وكتبت عمر وكتبت عمر، الثلاثة دول عمر، نسخ ورقعة وخط اختزال أو خطوط سريعة، في النهاية هي اللغة العربية، هي اللغة العربية، لكن الخطوط هنا خطوط للغة. إذا الهيروغليفية خط، الهيروغليفكس هيروس جليفوس، هيروس يعني مقدس وجليفوس كتاب، يبقى تسمية يونانية معناها الكتابة المقدسة. دي ترجمة للكلمة المصرية القديمة، الفراعنة كانوا بيسموها ايه؟ ميدو. ميدو دي كلمة مصرية قديمة معناها كلام، ونتر أو نثر كلمة مصرية قديمة معناها المعبود، كلام المعبود أو قول المعبود أو القول المقدس اللي حبينا نقولها برضه، القول المقدس. طب ليه اليونانيين والمصريين اجمعوا؟ لان حلاقي اغلب النصوص المصريه القديمه المكتوبه بالخط الهيروغليفي مكتوبه عندي في المقابر، في المعابد، على تماثيل تخدم القاب، يعني حاجه مرتبطه بعالم اخر، مرتبطه بان المتوفى هيكون في العالم الاخر شخص له وجود. ده يمكن اول حاجه لازم اتعلم. طيب الحاجه الثانيه، في خطا تاني بنقع فيه لطيف جدا، وهو هو طب انا عندي خطوط تاني للغه المصريه؟ طبعا عندي خطوط عارفها المصريين من البدايه، زي خط اسمه هيراتيقي وخط اسمه ديموتي. الهيراتيقي ده الخط الكهنوتي وده ظهر عندي من مراحل موازيه، الديموتيقي خط الشعب وده اخر خط كتب بيه المصريين والنص بتاعه موجود في معبد فيلا من القرن 452 ميلاديا، النص الموجود في منطقه الاباتون اللي هو يمكن اللي منكم يراجع معبد فيلا ومناظر الاباتون ومناظر مقصوره هادريان اللي فيها بعث اوزوريس وعودته للحياه، مكتوب فيها اخر نص ديموتيك او ديموتيك اللي هو خط الشعب. اذا انا دلوقتي موجود قدام ثلاث خطوط، لكن يفضل السؤال ازاي انا عرفت انطق الهيروغليف؟ ازاي عرفت انطقه؟ انطق الهيروغليف ازاي؟ هل الناس يقول لك ما احنا عندنا يا سيدي حجر رشيد، وقبل حجر رشيد في حاجات كتيره جدا من المؤرخين العرب، من الباحثين الاجانب، من اللي قروا على المسلات لغايه ما جالي جان فرانسوا شامبليون واخذ مرسوم كانوب اثنين اللي هو بيرجع لعصر الملك بطلميوس، واللي فاكر معايا بنقول بطلميوس مش بطليموس. بطلميوس المرسوم هنا بيحكي فيه المصريين شكر وتقدير للملك على الاعفاءات اللي هو قدمها
للمعابد المصرية. شكرا على الإعفاءات اللي انت قدمتها. كلام جميل ورائع. لما جه شامبليون ابتدى يدرس القصة فوجد انه مكتوب النص مكتوب حجر رشيد بهيروغليفي هنا وديمونتيقي هنا ويوناني هنا، دول الخطوط. يبقى اذا هو مكتوب بكم خط؟ ثلاث خطوط. وكم لغه؟ لغتين. هيجي بعضكم يقول لي الله لغتين ليه؟ ما الهيروغليف احنا اتفقنا الهيروغليف خط والديمونتيك خط لحاجه اسمها اللغه المصريه القديمه، اما اليوناني فهو اللغه بتاعته. الراجل ابتدى يشتغل على اسماء الاعلام. يعني هنا كان موجود عندي اسمين في النص اليوناني، دايما اسم بطلميوس اللي هو هنا يبقى بطلميوس الخامس ايبيفانس وزوجته كيلوباترا واحد. عمل ايه الراجل؟ ابتدى يقرا اسماء الاعلام ويرجع على الهيروغليفي. طيب عرف منين اسماء الاعلام من الملوك؟ حاجه بسيطه جدا، ان المصري القديم اتعود انه يكتب اسم الملك بتاعه هنا جوه الشكل ده اللي بنسميه مع بعض خرطوش، وكان بيترسم اللي منكم بيروح المعابد بيلاقي العلامه دي. العلامه دي اسمها علامه، لسه هكتب عربي دلوقتي برضو شويه، شن. شن يعني يحمي. والاسم اللي موجود جوه اسمه رن، يعني اسم. البعض بيقول حاجه لطيفه لا نملك مصداقيتها الكامله، لكنها لطيفه، مش يعني مش حاجه ان ما نفعتش مش هتضر زي ما بنقول. ان الاسم شن رن شن رن شن او شن رن حماية الاسم. يقول لك فلان ده ما شاء الله ده له شنة ورنة، شن رن شن يعني حماية. والشن اللي هي العلامة، انا اسف انا رسمتها بالمقلوب انا اسف جدا، هي بتترسم دي كده بقت نون كده. لما جه المصري في العلامة دي يكتب اسم الملك عمل ايه؟ كأنه عمل لها حبل وراح عملها حولها للشكل البيضاوي ده وظهرت بالشكل ده، فظهر شكل الخرطوش. ابتدى يقارن شامبليون ما بين اليوناني هنا واسماء الاعلام اللي هي الملكيه، فوجد ان الهيروغليفي مش الفابيتك رايتنج بس، مش ا بي سي دي او ا ب ج د ت س ج م ح، لا، وجد ان هو علامات وحروف والاثنين مكملين لبعض. وان المصري عرف كمان ما يعرف بحاجه اسمها الجروب رايتنج، مجموعه الكلام، يعني علامه ممكن تدي معلومه مجموعه كامله. خرج من هنا بحاجه مهمه، ان الهيروغليفي او اللغه المصريه القديمه هي لغه يغلب عليها الحروف والعلامات الثنائيه والثلاثيه منها اللي بتخدم اللغه، علامات تنطق حرفين. يعني حضرتك حضراتكم مثلا كلكم بتشوفوا في الشارع او بتشتروا حتى من المحلات اللي غاوي ياخد حاجه انتيك، العلامه دي اسمها بالهيروغليفي عنخ. كم حرف؟ عين ونون وخاء، ثلاث حروف علامة واحدة. يعني هو المفروض لو هيرسم بالهيروغليفي هيرسم الدراع ده عين وموجة المية دي نون والدايرة دي خاء. فاهمين هو عمل ايه؟ هو لغى الثلاثة دول وعمل العلامة دي، فالعلامة دي أصبحت بتوازي ثلاث حروف. وهي معناها بالمناسبة عنخ، معناها حياة ومعناها قسم ومعناها مرآة. احنا لغاية دلوقتي في مصر وحياة ربنا عن خلتك وحياة ربنا، يعني احنا حياة ربنا ايه؟ وحياة ابويا، حياة امي، وحياة ابويا وامي وهم ميتين، هو بس الحياة ده بالنسبة له شيء موجود. المراية لو بصيتوا للشكل الايد بعدي. العلامة دي اللي احنا بنسميها مفتاح الحياة اصلا عبر المصري بيها ان هي عفوا الرباط بتاع الصندل بتاعه، فكأن الحياة تأتي من القدمين يعني. دي أول حاجة. طيب النطق بقى أجبته منين؟ أنا لسه كل ده بتكلم على النطق. النطق انا جبته منين؟ النطق انا جبته من الابطي. من التطور اللي حصل في اللغه المصريه القديمه ومع تواجد اليونانيين ابتدى المصري، اليونانيين متواجدين معايا كتجار كعلاقه غير مباشره وكمرتزقه من القرن السابع قبل الميلاد بشكل مؤكد في عصر 26، ثم مستقرين في بعض المناطق. بدات التجاره، بدا المصري يلعب لعبه، بدا المصري يلعب لعبه الفرانكو المصري القديم. يعني ايه فرانكو مصري قديم؟ يعني انا دلوقتي بقول انا في البيت،
بحيث حضرتك انا عملت ايه؟ طبعا انا مش بعرف اللي هي الثانيه السبعه والمش عارف ايه الكلام ده، لكن انا في البيت كتبت نطق عربي مع حروف اجنبيه. ده الابتي. الابتي هو النطق المصري القديم لحروف يونانيه. كم حرف يوناني؟ 24 حرف، وخد سبع حروف من الديموطيقي فعمل لي 31 حرف طريقه نطقه. لما جت الكنيسه المصريه وبدات تاخد الاستقلاليه بتاعتها بعد خلق القرن 451، ابتدت الكنيسه تعتبر ان القبطي هو اللغه، وكلمه قبطي معناها مصري. احنا كلنا اقباط، مننا اقباط مسلمين واقباط مسيحيين. علشان كده اجي الاقي مثلا هقول لكم جمله هكتبها لكم بالعربي، الجمله بالهيروغليفي بتقول باي ان ايت نيتي امبت. باي ان اي نيتي امبت دي هيروغليفي. تيجوا نشوف كده بقى، بين ايوت نيتي امبي دي يبتي. جملة الشهيرة في الكنيسة أبانا الذي في السماوات. بصوا بالهيروغليفي باي ان ايت نيتي امبي بنيوت نيتمبي. النطق واحد صدف. عشان كده بقول دايما ان القبطي بلكناته او بلهجاته الصعيدي والنحيل والاخمين، طبعا مش مجال الدكتور ابراهيم ساويرس والدكتور محمدي زمايلنا كتير افقه مني كتير ان هم يتكلموا فيه، بس حاولت اربط الاثنين مع بعض. فبقول هنا ابانا الذي في السماوات، النطق واحد. هو عمل ايه؟ خد الحروف المصريه القديمه وكتبها باليوناني، يعني هي بالقبطي هكتبها كده اهو. دي الجملة بالقبطي. لو سألت دي الحروف اليونانية. دي حروف اليونانية. لما الكنيسة استعملت أصبح القبطي بيساعدني إن أنا من القبطي بعرف، من القبطي بعرف الهيروغليف كان إزاي. يعني أما ألاقي كلمة في القبطي بتتقال كده سوتان، دي أشهر فعل في الهيروغليفي اسمه سجن، اتقلبت في القبطي تاني. علمني كمان الحرف كان ممكن يتنطق ايه؟ كان ممكن يتنطق ايه؟ يعني اما الاقي جعن وتبقى صعن وتبقى بالعربي صام اللي هي صان الحاجه، بيعرفني ان الجيم كانت ممكن تتقلب صوت، ويعلمني ان الجيم ان الشين كان ممكن تتقلب جيم، زي ما اقول اشب يعني يجاود بقت وجب او وجب اللي هي يجيب او يلبي وهكذا. اذا دي الاساس. الحاجه الثانيه في القبطي مهمه جدا، ان لما هندرس جرامر شويه كده في الاول هنتعلم ان الهيروغليفي هو الاتي. الهيروغليفي ممكن اقول عليه الجمله دي، شرب خالد الشاي. لو انا عايز اقول لحد الجمله دي شارب خالد الشاي فعل فعل مفعول، جمله زي الفل. طب عايز اقولها بالبلدي هقول خالد شرب شاي، قلبت الجمله. ده الهيروغليفي وده القبطي. الجمله في الهيروغليفي جمله كلاسيكيه في شكلها العام في التقليدي، الجمله في القبطي هي الجمله العاميه. ده النهارده اللقاء الاول، الدرس الاول، او اول حاجه هنتكلم فيها على اللغة المصرية القديمة، بعرفكم الإطار العام. لقاءنا اللي جاي إن شاء الله، اللقاء الجاي هيكون الحروف بتتكتب إزاي؟ الـ 24 حرف بتوع الأساسيين في الهيروغليفي، إزاي أقدر أتعلم؟ وأنا مش برسم هيروغليفي حلو، بس هتعلم أنا وأنتم بالراحة نقعد نلعب إزاي نرسمه. وهيكون مطلوب مننا حاجة، بعد ما نكتب الحروف المرة الجاية ونعرف يعني إيه اتجاه العلامات، ده هيكون مطلوب إن كل اللي بيشايفني من المبتدئين خالص يعمل لي واجب صغير، خمس اسماء من عيلتك تكتبهم لي بالهيروغليفي وتبعتهم لي على القناه معانا ان شاء الله على الرابط بتاعنا على القناه بتاعت خالد غريب. شكرا جزيلا.